بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبنائي طلاب الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله اليوم بندرس درس متشكلات الهيدروكربونات والهيدروكربونات الأروماتية. نبدأ بمتشكلات الهيدروكربون. الهيدروكربون بينقسم إلى قسمين، إما أن يكون أروماتي أو ألفاتي، زي ما قلنا المرة اللي فاتت في درس الألكان والألكين والألقين. أدي الألفاتي، أدي الألكانات، ودي الألكينات، ودي الألقينات. الألكانات هو هيدروكربونات تحتوي على رابطة أحادية، يبقى الألكان بيحتوي على رابطة أحادية. أما الألكينات هو هيدروكربون يحتوي على رابطة ثنائية. أما الألقينات هو هيدروكربون يحتوي على روابط ثلاثية. أما الهيدروكربون الأروماتي هو الهيدروكربونات التي تحتوي في بنائها حلق بنزين، حلق البنزين. يعني الأروماتي يا شباب بيكون حلقة. المتشكلات عندي ثلاث أنواع، إما أن تكون متشكلات بنائية أو متشكلات ضوئية أو متشكلات فراغية. ما هي المتشكلات البنائية لمركب البيوتان اللي هو C4H10؟ أدي أول صيغة للمتشكل، أدي C4 صيغة ببعض وملء إتشات اللي هو 10 البيوتان. دي سلسلة مستقيمة. سلسلة متفرعة، ادي 3C وفاسي وحمل اتشات عادي جدا. المتشكلات ايضا البيوتين، هذا النوع بيعتبر عندي مجموعة القيل. مجموعات الألقيل في هذا النوع من المتشكلات تحتوي على حاجتين اتنين، حاجة اسمها سيس وحاجة اسمها ترانس. ازاي افرق بين السيس وافرق بين الترانس؟ لو كانت مجموعة CH3 اللي هي مجموعة الألقيل في اتجاه مع CH3 اخر، يعني الاتنين جنب بعض او الاتنين قصاد بعض، يسمى سيس. اما اذا كان في اتجاهين متقابلين لو CH3 مع CH3 يسمى ترانس. هل لازم يكون CH3؟ لا، ممكن يقول لك H، ممكن يقول لك H. لو الاتشين جنب بعض يعني في اتجاه واحد بيسمى سيس، اما في اتجاهين متقابلين بيسمى ترانس. دي متشكلات ايش؟ متشكلات فراغية. ادي متشكلات فراغية ايضا، لو كان الاثنين في اتجاه بعض اللي هو CH3 CH3 يسمى سيس، اما في اتجاهين متقابلين بيسمى ترانس. سيس اثنين بيوتين عشان الاثنين في اتجاه واحد، اثنين متقابلين بيسمى ترانس اثنين بيوتين. المتشكلات الفراغية تعريفها هي متشكلات ترتبط فيها الذرات بالترتيب نفسه، ولكنها تختلف في ترتيبها الفراغي، يعني إما يكون في اتجاه واحد أو في اتجاهين متقابلين. المتشكلات في الغذاء، واقع الكيمياء في الحياة، بتسمى الدهون ذات متشكلات ترانس بدهون ترانس، وتحضر الكثير من الأطعمة المغلفة باستخدام دهون ترانس لأن لها فترة حفظ أطول، وتشير الدلائل إلى أن هذه الدهون تزيد من نوع الكوليسترول الضار وتقلل من النوع النافع، مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب. هذا موجود في الكتاب صفحة 225. المتشكلات الضوئية، نشاط. لو جبنا مرآة وضع يدك اليمنى أمام المرآة ثم قارنها بيدك اليسرى، إن انعكاس يدك اليمنى في المرآة يبدو تماما مثل يدك اليسرى.
هذا بينتج عندي حاجة اسمها الكيرالية. هناخدها دلوقتي. الكيرالية حمض الترطرق وعالم لويس باستر. هذا دي وهذا ال. المتشكل دي ليس له تأثير. أما ال في المتشكلات الترطرق و حمض الترطرق، اليد اليمنى برمز لها بالرمز دي، أما اليد اليسرى برمز لها بالرمز ال. توصل الكيميائي لويس باستر إلى وجود صورتين، إلى وجود صورتين لحمض الترطرق كعلاقة الجسم وصورته في المرآة. يرمز الحرف دي لجهة اليمين وال لجهة اليسار. ادي مثال اخر، الانيلين دي وال. قلنا دي لليد اليمنى، اما ال لليد اليسرى. ادي الانيلين وادي الانيلين تاني. تمام. الكيرالية، ايه هي الكيرالية؟ هي الخاصية التي يوجد فيها الجزء في صورتين، الاصل والميرور المرآة يعني، احدهما تشبه صورة اليد اليمنى والاخرى تشبه صورة اليد اليسرى. دي معناها ايش؟ الكيرالية. وهذا يحدث عندما تكون ذرة الكربون غير متماثلة، تحتوي على اربع مجموعات مختلفة. هل الذرة متماثلة؟ لا. ليش؟ لان ذرة الكربون غير متماثلة بسبب وجود اربع ذرات مختلفة، وهي الهيدروجين والبروم والكلور والفلور. هل هذا المركب كيرالي؟ ادي المرآة، انظر بعينك وشوف هل هذا المركب كيرالي. برافو، انا سمعت حد يقول نعم لوجود ذرة كربون غير متماثلة وعكس صورته في المرآة. طيب هل هذا المركب كيرالي ونشط ضوئيا؟ نعم كيرالي، لسه الى حالا دلوقتي، لانه حول ذرة الكربون اربع مجموعات مختلفة وعكس صورته في المرآة، فاذا يكون نشط ضوئيا. انواع المتشكلات، متشكلات بنائية ومتشكلات فراغية ومتشكلات ضوئية. الدرس الثاني، الهيدروكربونات الأروماتية. الهيدروكربونات الأروماتية، توجد الهيدروكربونات الأروماتية في البيئة بسبب الاحتراق غير الكامل للهيدروكربونات. الهيدروكربونات الأروماتية تتصف الهيدروكربونات الأروماتية بدرجة عالية من الثبات بسبب بنائها الحلقي، حيث تتشارك الإلكترونيات في عدد من الذرات. ما هي الصيغة البنائية للبنزين؟ قام العلماء بتحديد الصيغة الجزيئية للبنزين ولك C6H6، إلا أنه كان من الصعب تحديد الصيغة البنائية. تمام؟ لا يعتبر هيدروكربون مشبع ذي ذرات الكربون الست C6H14، لأن البنزين ينقصه القليل من الذرات الهيدروجين. استنتج العلماء أنه من الضروري أن يكون غير مشبع، وهذا يعني أن لديه بعض الروابط الثنائية أو الثلاثية أو كليهما معا. اقترحوا الكثير من الصيغ البنائية المختلفة، ومنها الصيغة CH2 ربطة ثنائية C، ربطة ثنائية CH، ربطة أحادية CH، ربطة ثنائية C، ربطة ثنائية CH2. البنزين مادة غير نشطة كيميائيا، ولا تتفاعل بالطرائق التي تتفاعل بها الألكينات أو الألقينات عادة، ولهذا السبب استنتج العلماء أن مثل هذه الصيغة البنائية غير صحيحة. اقترح العالم وهو الذي اكتشف الصيغة البنائية اسمه كيكولي، اقترح العالم كيكولي صيغة بنائية مختلفة للبنزين، هو عبارة عن شكل سداسي يتكون من ثلث ذرات الكربون تتناوب الكربون فيها الروابط الأحادية والثنائية. يعني هنا مرة أحادية يبقى جاية ثنائية، أحادية ثنائية، أحادية ثنائية.
يبقى كي كولي أول من اكتشف الصيغة البنائية للبنزين. نموذج البنزين الحديث، تنبأت نظرية المجالات المهجنة أن أزواج الإلكترونات المكونة للرابطة الثنائية في البنزين لا تتجمع بين ذرتي كربون محددين كما هو الحال في الألكينات. وعوضا عن ذلك أن أزواج الإلكترونات غير متمركزة، يعني متحركة، مما يعني أنها تشترك في جميع ذرات الكربون الست في الحلقة. عدم تمركز يجعل جزيء البنزين ثابتا كيميائيا. لا تكتب ذرات الهيدروجين الست عددا في الشكل، ولكن من الضروري أن نتذكر أنها موجودة. ترمز الدائرة في منتصف الشكل السداسي المكونة من أزواج الإلكترونات الثلاثة. إذا ممكن تكتب البنزين شكل سداسي وبداخله دائرة. المركبات الأروماتية، تسمى المركبات العضوية التي تحتوي على حلقات البنزين جزءا من بنائها بالمركبات الأروماتية. ده تعريف تاني. الهيدروكربونات مثل الألكانات، الكينات، القينات تسمى مركبات آليفاتية. وتعني كلمة آليفاتية يعني الدهن، لأن كان القدماء يحصلوا عليه من تسخين دهون الحيوانات وشحومها. كيفية تسمية المركبات العضوية الأروماتية؟ واحد، تسمي مركبات البنزين ذات المجموعة البديلة بطريقة الألكانات الحلقية نفسها، وشرحناها قبل كده في الفيديو قبل السابق. اثنين، تركب حلقات البنزين المتفرعة تماما مثل الألكانات الحلقية المتفرعة بطريقة تعطي أصغر رقم ممكن من المواقع المجموعات البديلة أو التفرعات. أول مثال حلقة بنزين CH3. هنقول هالرقم الأول، ابدأ رقم 1 و4، أدي 1 2 3 4 5 6، أدي 1 و4 ثنائي ميثايل اسم الشكل بنزين. طيب الخطوة رقم 1، رقم ذرة الكربون لإعطاء أصغر رقم ممكنة. الرقمين 1 و3 كما ترى أصغر من الرقمين 1 و5. يبقى المركب هيديني، هقول 2 إيثايل. ليه قلت إيثايل الأول؟ عشان أبدأ بالحروف الأبجدية. 2 إيثايل، 1 و4 ثنائي ميثايل بنزين. تسمية نفس التسمية اللي فاتت، مفيش أي مختلف. هذا CH3 محل بنزين ميثايل بنزين، ولي اسم اخر شائع اسمه طولوين. CH2CH3 اسمه ايثايل بنزين، ممكن اقول لك صيغه تانية زي على دي بالظبط، لو ايثايل بنزين حلقه بنزين C2H5 ممكن تجيلك بصيغه تانية. تمام، يبقى صيغتين صح. 1 و4 ثنائي ميثايل بنزين. المواد المسرطنه، اخر حاجه في درس معايا، بعض المركبات الأروماتية مواد مسرطنة، يعني بتسبب مرض السرطان. أول مادة مسرطنة تم التعرف عليها هي مادة أروماتية اكتشف هي الساج المدخن، وقد عرف منظف المداخن في بريطانيا بإصابتهم بالسرطان بمعدلات عالية جدا، واكتشف أن السبب يعود إلى المركب الأروماتي بنزو بايرين. يبقى أول مادة مسرطنة تعرفها هي مادة أروماتية اسمها بنزو بايرين. ركز معي في الاسم ده، اول مادة مسرطنة تم تعرفها هي البنزو بايرين. استخدامات بعض المركبات الاروماتية، عندي 3 حلقات بنزين بجوار بعض بيسمى انثراسين، وده يستخدم في انتاج الاصباغ والدهان. هذا موجود في صفحة 231، يستخدم في انتاج الاصباغ والدهان الانثراسين. المركب اللي جنبه له حلقتين بنزين جنب بعض، الاسم مش موجود معلش، اسمه نفثالين، يستخدم في عمل الاصباغ وطارد للعث. الفينانثرين يكثر في الجو بسبب الاحتراق غير الكامل للهيدروكربونات. اخر شيء الزيلين، الزيلين اللي هو 1 و4 ثنائي ميثايل بنزين
يستخدم في عمل الياف البوليستر والأنسجة. إذن الإنثراسين يستخدم في إنتاج الأصباغ والدهان، النفثالين يستخدم في عمل الأصباغ وطارد العث، يكثر في الجو الفينانثرين بسبب الاحتراق غير الكامل للهيدروكربونات، الزيلين بيستخدم في عمل الياف البوليستر والأنسجة.